أنا اليوم مجهزت لكم كم من خبر، رح أقعد هون عشان تشوفوا الفيديو بطريقة أوضح. أخبارنا اليوم في منها طبعاً بتعرفوني بحب الحيوانات، فإلها أخبار أو في خلينا نقول بعض الأخبار إلها علاقة بالحيوانات، وفي بعض الأخبار إلها علاقة بالتكنولوجيا. بس خلينا نبلش بأول فيديو إلنا لليوم، بس رح أحكي لكم قصته قبل ما أبلش. صقر العوسق أكثر الطيور ثباتاً في الهواء. طبعاً هذا الاسم بسموه العوسق أو العاسوق، هو نوع من الصقور أو الصقور الحرة يطلق عليها. طبعاً بيمتاز هذا الصقر بثباته الشديد في الهواء، وعنده توازن غير عادي بحيث يبقى رأسه ثابتاً مع تحرك كامل جسده بالهواء، وبيستخدم خلينا نقول تيارات الهواء ليقدر يركز على طرائده بصورة أكبر. عندي فيديو لهذا الطائر، خلينا نروح نشوفه ونرجع. الناس رح تسأل إنه طب شو بيفرق عن غيره من الصقور؟ أنا رح أقول لكم، الصقور بالعادة هي بتتحرك وبتجول حول المنطقة لتدور على طرائدها. صقر العوسق بضل ثابت مكانه فوق الأرض وبيستخدم تيار الريح لحتى يضله ثابت في نفس المكان. يعني خليني أشرح لكم، هذا الطائر وهذه الأرض، هو بضل ثابت، وهي حركة جناحاته هي فقط بسبب تيار الهواء. يعني دعاء سبحان اللي خلقه. ذكرتيني بشغله، يعني هو الفكره عم يعمل يطلع وينزل، يعني مثل كانه عم يدوزن وتر، مثل دوزن وتر بشد وبرخي الوتر حتى يطلع. شوف الموسيقى بيربط كل شيء بالجيتار. شغله هي شغله عادي كمان تعرف، بدي اقول لك شغله، بما انك موسيقى عم تربطها بتربطها انا كمان بالتكنولوجيا وبالسيارات. في كثير من السيارات بياخذوا الديزاين تبعه من الحشرات، وفي انا بحس انه في طياره الاباتشي اللي هي بتيجي بتضلها واقفه وبتحرك، بتلاقيهم كمان بياخذوا الديزاينات تبعون الطيارات من الطيور تيشوفوا الانسيابيه تبعهم. فهلا وانا عم بحضر ذكرتني بالاباتشي، بس تيجي تلاقيها بتوقف ما بتروح ولا بتيجي، بتضلها واقفه بالهواء كرمال تاخذ البوزيشنز تبعها. طيب ثاني خبر يا ايهاب، هو خصيصا بيقرب لك شوي لانه له علاقه بالتكنولوجيا وبالتطور. اوكي، الفخر او خلينا نقول الموضوع الثاني هو فيديو لشاشه تلفاز غير قابله للكسر في الصين. هلا كل حدا مثلا بيعمل دعايه لشيء بيقول مثلا انه هذا الشيء غير قابل للكسر، بس ما حدا خطر على باله انه هو يروح يجرب يكسره ويشوف اذا هذا الشيء فعلا قابل للكسر او لا. لهيك انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يحاول كسر شاشه التلفاز اللي كانت الدعايه تقول بانها غير قابله للكسر. بدا الزبون متردد في البدايه، بعدين قام بركل شاشه التلفزيون عده مرات الا انه هو ما انكسر، فعلى الاغلب شكله اقتنع. ما رح احكي اكثر، خلينا نشوف الفيديو ومن بعدها نرجع. I
طيب بس بدي احكي شغله هيك تعليق على احنا ليش ما نجيب تلفزيون ضد الكسر او ضد الدعوسه مثلا؟ هو التلفزيون حنجيبه حاله انا حقول لك بالنسبه لي للحيط للاطفال يعني انا مش حروح بكسر عليه مثلا. مزبوط، بس اللي عنده بسس بالبيت بيعرف ليش محتاج تلفزيون مثل هيك، أو لانه الاطفال صغار كثير وبتضلها تتمشى حوالين التلفزيون، وكذا مره شفنا فيديوهات على الانترنت كيف البسس وقعوا التلفزيونات. طيب. بس حلو الفكره، حلو انه اتكسر فيه. ايه هلا يمكن هذا بدل هذا يمكن بدل على انه اذا كانت الدعايه الاعلانيه او الكامبين اللي عم يعمله او بتعمله اي شركه لازم فعلا المستهلك يروح يتاكد من صحه الاعلان. مصداقية. مش انتوا قلتوا انها غير قابله للكسر؟ تعالوا اوريكم. فعلا اقتنع، وعلى فكره حركه الزبون هاي انه هو قام بركل الشاشه ساعدت على بيع التلفزيون فيما بعد، لأنه الناس فعلاً حست أنه هي مش مجرد دعاية كاذبة. صح. صح. أو شائعة، هي فعلاً. لهيك يا أريج كان هذا الخبر تاع التكنولوجيا. أما عندي خبر شوي هيك برضو إله خص بالتكنولوجيا، بس هو حاول يساعد شيء كان موجود في القدم أو يطور منه ويحسنه. كلنا بنعرف إنه النحاتون على النحاس كانوا مبدعين في القدم لحتى يقدروا يطلعوا تحف فنية، إلا إنه التطور اللي احنا وصلنا فيه صار قادر انه يخترع آلات ليزر تحفر بسرعة شديدة ودقة غير متناهية حتى على أصلب أنواع المعادن، سواء كان نحاس، حديد أو حتى الجلود. خلينا نروح نشوف مع بعض هذا الفيديو ونرجع. طبعاً شفتوا قد ايه كان الحفر دقيق وغير متناهي، وهذا الشيء يمكن كثير حلو بدل ما قطعه مثل هيك تاخذ معنا مثلا وقت طويل. احنا فينا نحط الديزاين اللي بدنا اياه والشكل اللي بدنا اياه او حتى الكتاب اللي بدنا اياها باقل من ثانيه زي ما شفت. حتى دقه الرسمه تلاقينها يعني تطلع بدقه متناهيه، لانه مجرد انهم يضيفون الصوره او يضيفون الاسم و بشكل الكتروني يعني. ثانكس تو تكنولوجي يا ايهاب. هلا بعد ما خلصت من الموضوع اللي له علاقه فيك، هلا لي موضوع او عندي موضوع له علاقه باياد. جيتوا اهلا وسهلا. كلنا بنحب الموسيقى، بس الموسيقى اذا تعلقت بثقافه ما صارت احلى. صح. وكل واحد بحب ثقافة بلده، لهيك في مقطع انتشر لشخص بيعزف نوع من الموسيقى لها علاقة بالموسيقى الهنود الحمر، وكان المقطع جدا محرك للمشاعر. خلينا نروح نشوف الفيديو ومن بعدها نرجع. Thank you.
طبعا شفتكم قديه متاثرين، ولا صوت طلع بالاستديو، الكل ترك كل شيء من ايده وقعد يركز.